ممكن أحكي معكم شوي؟ رجاءً راي تعال شوي. وأنت جوكهان بعرف اليوم إنكن متضايقين ومعصبين مني لأني ما أجيت أو ما لحقت، بس صدقوني ما كان بدي يصير هيك. لو أنك خبرتنا قبل شيف نطرنا كل النهار. قال لأنه شيف ما بيتركنا لحالنا، بس الظاهر طلعنا غلطانين. صدقوني إنه مو هاد الشي اللي كان بدي إياه. بعتذر منكم كلكم واحد واحد. ما فيك تمحي خطأ كبير باعتذار صغير بارد يا شيف. ما فينا نسامحك على يلي عملته، ولو سمحت لبقى تلهي الفريق بالمرة. تمام لو سمحت. فيني أحكي معك؟ ما عاد في شي نحكي فيه نحن. لو سمحتي خليني أشرح لك. شو بدك مني؟ شو في شبنم؟ قليلي كنت رايحة ليش ناديتولي؟ الشيف فرات بده يعمل اجتماع. يا ريتك قلتيلي من الأول. لا ناز استني لنشوف شو بده، بركي في شي مهم لازم نسمع. ها؟ ليكو اجا، ليكنا كلنا ناطرين هون ورح نسمع شو بده. أول شي بدي ارجع اعتذر من الكل. أنا كان بدي صلح غلطي، رحت وحكيت مع الشيف أيوب، رح يرجعوا يقيمونا الأسبوع الجاي. إيه عن جد شايف؟ إيه عن جد. ناز سمعتي؟ هي نحل كل شي، انبسطي. إيه كتير حلو نحل كل شي. ناز ناز نحن هيك رح نضل؟ لا رح روح بس لحتى لاقي المفاتيح. أرجوكي لا تعملي هيك. شو يلي ما بدي أعمله؟ شو قلي؟ كل شي عم تعمله غلط. حكيت مع الشيف أيوب وحليت الموضوع، خلاص مننسى يلي صار، مو هيك برأيك؟ دقيقة، وين رايحة؟ لأي محل بعيد عنا. ناز استني. لبقى تلحقني شيف بقى. بحاكيكي ما بتسمعي، بعتذر ما بتقبلي. قديش أنا إنسانة ماني متفهمة. لا أكيد مو هيك، بس لأيمت بدك تضلي هيك عم تتصرفي وتظلميني؟ ليكي أنا ما تركتك بنص الطريق، أنا أجيت لعندك. قلتلك لا تجي، بعد اليوم ما في شي مهم بنوم. أنا بوعدك إنه ما عاد يصير هيك أبدا. حضرتك بتعرف كم مرة أنا جرحت تايلان مشانك؟ بس طلع معه حق. لا تذكري تايلان. عفوا منك بس هو خطيبي والله. رح تسمع اسمه كتير إذا ضليت بالمطعم. مع الأسف مو هيك؟ شوف كيف عم تحكي عن علاقتي، ما بحب هيك بالمرة. شو أعملك؟ هو ما بيستاهلك. وين الغلط بكلامي ليلي؟ أنا اللي بقرر مين المناسب لإلي مو أنت. لوين رايحة؟ بدي شوف الفرش. عندك مشكلة لأنه بدي أتزوج تايلان قريبا، وأنت أكيد ما رح تتدخل فيني. ما تسكري، شفته الصبح وتعكر مزاجي. ناز حبيبتي هي مجرد صورة، ما في داعي تضايقي حالك كل هالقد. رح أطلب لك عصير ليمون ليتعدل مزاجك. شبنام هذا الزلمة ما ترك لإلي مزاج أصلاً ليتعدل. طيب بس شو دخل فرات بالقصة؟ ما بعرف إذا إله علاقة. صباح الخير. صباح الخير شيف. ممكن أحكي معك؟ أنا عندي شغل بالمكتب رايحة أعمله. ما كان عندي علم بالصورة، فاجأت فيها مثلك. إلك يومين مستغرب كل شي شيف. الحياة هيك دائماً بتفاجئني باللي عم يصير. يا ريت عيلتك اختارت غير هالطريقة لتتزوج. لو قلتلي كنت عملتلك إعلان مرتب أكتر. نحن صورناهم للدعاية،
أنا ما بعرف مين أعطاهم الصورة. اسمعني منيح، مطعمكم عم يمر بفترة سيئة، بس هالألعاب ما رح تفيدكم. أنسي ناز، أنت فهمان الموضوع كتير غلط. أنا عائلتي ما بتتنازل وبتعمل هالقصص. إيه ما قصدي خالتك بنو، أصلاً غوليندام هي يلي صورت، بركي فكرت إنها عم تخدمك. وغوليندام عائلتي، كل يلي شفتيهم قدامك هن عائلتي، وما بسمح لأي شخص يحكي عنهم. يا ريت ما تصورنا هالصورة وما عشنا هداك النهار وما شفناه أبداً. يعني هلأ طلعت معصب مني؟ معصب من حالي، أنت ما دخلك. بنتي الغالية، شو حلو هذا اليوم عن جد. يلا انتو جاهزين؟ سيلفي. مرحبا. فكرت حالي متأخرة بس لسه ما أكلته. أنا عملت قالب الجاتو. ليش اجيتي؟ يلي صار مبارح والصورة اجوا ورا بعض، تشوش عقلي وتماديت، عذرني. طلعت البنت المتكبرة يلي جواتك، وانت لا تعمل حالك انه مالك ذنب. اكيد علي ذنب، وانا اعتذرت كتير بس ما سامحتيني. تمام، وانا بعتذر ومنسكر على الموضوع، اتفقنا؟ انسى التصفيق، المهم نحتفل. يسلموا ايديكي، اطيب من يلي بيعملهم فراد. صحة وهنا، تفضلي. اكيد ما بيشبه يلي بيحضروا فراد، بس ماشي حاله، يسلموا ايديكي. صحتين وهنا. ماما، انا وميرزا رايحين على المحل، ما في حدا لانه. روحي حبيبتي. تشربي شاي؟ ايه بشرب. بهدول الكاسات بيطلع اطيب بكتير. رح خليهم يشتروا منها للمطعم مشان. حلو. ما بعرف ليش عم يهتم بهالبنت كتير. يعني شو بده يعمل؟ بيقلعها مثلا؟ ايه اذا لزم الامر ايه، لو كان الموضوع بايدك انت تصرفت. طيب كتير الكيك. صح، وعم بحكي كتير يعني. شو قصدي؟ اهلا وسهلا. مرحبا بابا. حازم بيه. ناز، انت ليش هون؟ عيد ميلاد سلطانة اليوم، انت ليش اجيت؟ كمان مشان عيد ميلاد سلطانة، قصدي غوليندام دقت لي عزمتني اليوم. جولي. تفضل استاذ حازم، رح اخذها عنك. تفضل. تفضلي. اهلا وسهلا. لحظة كتير حلوة، تفضل اقعد هون. تفضل. كل عام وانت بخير. في داعي تعذب حالك حازم بيه. تكرمي، بصراحة ما عرفت شو جيب بالضبط فجبتها هيك على السريع. بس كأنه مو مبين إنك جبتها على السريع، واضح إنك مهتم. ها
هيك بيكون الإنسان المزواج. آه حظنا شو حلو إنك إجيت أستاذ حازم، صار عيد ميلاد أختي أحلى بفضل وجودك. إيه والله والله فرحنا كتير وكل شي صار أحلى من قبل، وصرنا كأننا عائلة، بس ناقصنا حدا. عمتي؟ إيه عمتك فيزا. فيزا؟ يا روحي. آه مرحبا، أكيد أنتوا عم تمزحوا معي. نحن أخذنا الحديث وما عملت قهوة. ما في قهوة هون، رح أنزل لتحت. بلا قهوة، إذا نزلت ما رح يتركوك. في مستودع بالطابق الثاني، ما بطول، راجع لك. بس عن جد ما في داعي. ما بطول. فكر حاله شيف موهوب كتير قدامنا، بس أنا برأيي هذا الزلمة كذاب ومحتال كتير كمان، واختارك لتكوني ضحيته. فرات مين أنت؟ ناز، شبك الليلي؟ فرات، فرات لحقني، فرات شعلت النار بيناتهم تحت. شو صار؟ لا أنا عن جد ما بسمح لك إنك تحكي معي بهي الطريقة. طلعي فيني أنسى فيزا، أنت عم تحكي معي وكأني وحدة عم تحاول تستغلكم وعم تقولي كلام كتير كبير. أنا ما طلبت أي شيء من أي حدا وأنا ما بطلب. معك حق، أنت ما بتطلبي بس بتلمحي كتير يا مدام، من شان ما نكون عم نكذب ونتبلاكم. فيزا عيب عيب. شو عم يصير خالتي؟ شو يا بنتي، أنت عملتي كل هالقصة كرمال تحكي علينا وتكذبينا مثل عمتك لحتى يكون فرات عبد قدام بابك؟ خالتي شو عم تحكي أنت؟ سلطانة شو هذا الكلام هلا؟ ليش لحتى بنتي تحول ابن أختك لعبد؟ ابني شوف، رح أقول لك الحكي اللي قلت لي إياه. يمكن انت بتسمي هالتصرفات حب ومودة، بس الجماعة اجوا لعنا وعم يعاملوني كأني شحادة واقفة على بابهم. كيف يعني؟ لا تستغربي، انا فهمانة كل شيء، انا بعرف كل شيء، بس بكفي. انتوا روحوا دوروا على عيلة تانية تتسلوا فيها من يوم ورايح، نحن مالنا ألعاب عنكم تشتروهم بالمصاري. بعدوا عنا بقى. ما تاكلي هم، نحن ما عاد رح نشوف بعض مرة تانية ابدا، فيكي ترتاحي. Thank you.
استني، خلينا نحكي دقيقة رجاءً. لحظة ناز، فينا نحكي لحظة واحدة بس؟ ناز وقفي، خلينا نحكي شوي. شو؟ دقيقة، خلينا نحكي بس دقيقة. شو فكر حالك عم تعمل؟ بدك يعني اعمل حادث يعني؟ انا بس بدي احكي معك شوي، ليش ما عم توقفي؟ انا ما بدي بنوب. ناز ليكي، انا بعرف انه خالتي بتعصب كتير، بس هي صدقيني بتهدى بسرعه كمان. بعرف انه زعجتك، بس رجاءا لا تزعلي، انا اجيت اعتذر منك بالنيابه عنها. ناز رجاءا. فرات انت شو عم تخبي علي؟ على شو عم بتدور؟ ليش فتت على حياتي؟ فرات مين انت؟ ما جاوبتني ولا جواب واضح لسه. شو ناطرة مني قول ناس؟ ليش عم تسأليني كل هالأسئلة؟ معقول كرمال الصور مرة تانية؟ معقول؟ شفتن فرات، شفتن. شو شفتي؟ شفت المجلد يلي تاركه باللابتوب، مجلد ناز. ايه عن جد؟ عادي يعني تجمع الصور والأخبار والمقالات المنشورة عني عندك بملف، لازم اعتبر هالشي طبيعي. شرحت لك هالشي من قبل، أنا سألت عنكم قبل ما أتوظف. إيه صح، بس ما بعرف كيف سألت عني لحالي، بس لأني ما لقيت أي شي له علاقة بشبنا. على فكرة نبهني تايلان كتير منك وكأنه كان معه حق، بس أنا ما صدقته. شو قال لك هالزلمة عني مرة تانية؟ قال لي إنك محتال وإنه عندك نوايا سيئة وبينت على حقيقتك. أنا ماني محتال، انتبهي، ولو إني كنت هيك ما كنت نطرت كل هالوقت وما كنت عملت جهدي كرمال المطعم. معناتها عندك نوايا سيئة، خليك صادق معي لمرة واحدة بس. أنت عم تلاحقني؟ كنت عم تلاحقني من قبل كمان؟ شو؟ إذا كان هاد سؤالك فأنا مو مجنون أبداً، ما لحقتك من قبل. كل القصة أني جمعت معلومات عن المطعم وعنك. هاي كل القصة مو؟ كم مرة بقينا أنا وأنت لحالنا؟ فكري، لو أني مجنون أو كان عندي نوايا سيئة كنا عم نحكي بمواضيع تانية هلأ غير هاي. أنا ما بعمل هيك شي، فهمي. وليلة حفلة الافتتاح بسني من تاني يوم عرفتك فيه أنا ما نسيت. أنا وقتها بررت لك هاد الشي، شو عم نعمل؟ رح نرجع للأول يعني؟ إذا لزم منرجع بتخبرني شو هدفك وشو بدك من كل هاد الشي ورح تقلي كل شي. يعني بدك تسمعي الحقيقة؟ ايه اكيد بدي. طيب لكن افتحي اذنك واسمعي منيح، انا هلأ رح قلك كل شي. هي انا عم قلك، انا ما كان عندي حل، ما كان عندي اي خيار، لهيك جمعت معلومات عنك انت بس، هاد اللي صار. اللي ليش لكن؟ شو هدفك؟ انا شايف عنده طموح واحلام بس ما عم يقدر يحققها. بشتغل بمحل بس ما بضل فيه، وقلت لك هالشي من قبل. كان عندي حل وحيد، يا اما بفتح مطعمي الخاص يا اما بلاقي مدير يعمل لي كل شيء. ما فهمت عليك. اسمعي، انا كنت مفكرك بنت غنيه اسست شغل بمصاري ابوها، فهمتي؟ بنت كلاسيكيه، وحده طماعه ما بتعرف شو بدها، مدلله. وأنا كان بدي أعرف كل شي عنك، نقطة ضعفك، شو بتحبي، شو ما بتحبي. قلت إذا قدرت أعجبها فيني سيطر على الإدارة. قصدك تسيطر على إدارة المطعم يعني؟ لا، لو قلنا إدارة المطبخ بيكون أصح. كان بدي ترتاح لمديرتي وأشتغل بالمطعم كأنه مطعمي، بس ما مشيت القصة مثل ما بدي، لأنك ما كنتي البنت اللي أنا تخيلتها. شو خيبت هالأمل؟ اسمعي، أنا ما عم أقول إني ما غلطت بنوب،
بس هاد الشيء ما بيخليني اكون مجنون او محتال ابدا. ليه لنكتر حكي؟ بكل الاحوال الظاهر انك من الاول ما وثقت فيي. يعني شو ما عملنا ما فينا نصلح الموضوع؟ لهيك ما عاد فينا نشتغل سوا. انا بقدم استقالتي. صباح الخير أنس. صباح النور. بتحبي أبعث لك القهوة على مكتبي؟ هلأ ما أنا وقت شرب القهوة، أنا لازم أحكي مع فريق المطبخ. الشيف فورات بده يستقيل. عن جد؟ بالحقيقة أنا عطيتكم وعد آخر مرة، قلت لكم أني ما رح أترككم بنص الطريق، بس هاد ما بيعني أني رح أترككم أبداً. أنا واثق أنكم رح تنجحوا بهذا الطريق بعدي. لكن ليش بدك تتركنا شيف؟ إجاك عرض شغل أحسن يعني؟ يا بنت معقول يعني بيعكم كرمال راتب أعلى؟ معقول عصبت لأنه زعلنا منك شيف؟ لا، أنتو كان معكم حق تزعلوا، روحتي ما لها علاقة فيكم. لكن لا تروح شيف، أنت قدوتي هون. سبعي خود لشوف، هاي مجموعة السكاكين الجديدة لشيف المستقبل. شكراً لإلك شيف. لا تغاروا، بس يصير الوقت رح أشتري لكم هداياكم. نانسي ناز طلبت منك تروح شيف؟ لا، روحتي ما لها علاقة فيي أبداً. بس مستحيل يجينا شيف منيح مثلك. شوفوا، ما حدا بيقدر ينجح لحاله بهذا الشغل، كل واحد بينجح بنجاح فريقه، وانتو فريق كتير منيح. لو اني انا نجحت في هذا الشيء بفضلكم، ومتأكد انكم رح تنجحوا من بعدي. ما فينا يا شيف. كل ما صار عندكم مشكلة وكل ما احتجتوا شيء اتصلوا بالشيف فورات وهو بيجي فورا. تمام؟ تمام شيف. ايه شيف. حلو، يلا بشوفكم. فورات فينا نحكي شوي؟